شوف بقى، الحسين اللي بعتك ليا من يوم ما كان شغال عندي وعارف اني احبش اخد البواقي. اللي بيشتري قماش بياخد التوب من اوله، واللي بيشتري قوطه بياخد من على وش القفص. فهمت؟ فاهم حضرتك. انت اسمك ايه؟ عاطف ربيع. بص يا عاطف يا ربيع، انا ليا نظام في شغلي، تخالفه يبقى ما تلزمنيش خالص. انا هدفع لك 5 جنيه زياده عن سعر السوق في الصوره اللي تعجبني، بس بشرط ما تروحش لحد تاني. الصوره اللي ما تعجبنيش انت حر فيها. نفس طلبات الاستاذ الحسيني. ما هو اتعلم هنا. واضح ان حضرتك مدرسه، انا تحت امرك. يبقى متفقين. بس انا ليا طلب عند حضرتك. قول. اسمي، اسمي كتب تحت كل صوره بصورها. حقك، وانا كنت هعمل كده من نفسي، بس يكون في علمك الشغل معايا حسب شروطي انا. لا مؤاخذه يا استاذه. نعم. الفنانه نهى جلال على التليفون، ودي رابع مره تطلب حضرتك. حوليها، انا عارفه هي عاوزه ايه. حاضر. نهى جلال نجمه الاغراء. هو في نهى جلال غيرها؟ دي افلام مكسره الدنيا. حبيبة قلبي المتألقة على طول، ازيك يا ناهد؟ أي أخبار حلوة تخصك أنا جاهزة. واخدة على خاطرك مني؟ هو أنا أقدر؟ مش عاجباكي؟ أنا بنشر الصور اللي موجودة عندنا، بعتيلي الصور اللي تعجبك وأنا غرق المجلة بيها. ده أنا أتمنى، ده أنا بوزع بيك يا نجمة النجوم. مع السلامة يا حبيبة قلبي. هو أنا ينفع صورها؟ لسه بدري عليك، وبعدين دي قبل التصوير بتحتاج شغل كتير، كوافير وماكيور وكم شغلانة تانية. أنا كنت فاكر إنها ممكن أصورها تخطيفي كده يعني، على الطبيعة. طبيعة؟ طبيعة دي راح زمانها خلاص. زي ما قلت، حضرتك مدرسة. وأنت بقيت تلميس فيها، على الله تفلح. إن شاء الله هبقى عند حسن ظن حضرتك. أستأذن. مع السلامة. شاب عاوز يقابل حضرتك. مين الشاب ده وعاوز ايه؟ بيقول ان هو مدير اعمال مدام نهى جلال. خليه يتفضل. صباح الخير يا استاذه. صباح الخير. اتفضل. ماجد شلبي مدير اعمال الفنانه نهى جلال. ايه ده ايه ده، بسم الله ما شاء الله. انا شفت مديرين اعمال لفنانين على كل شكل ولون، وكلهم يشبهوا دسوقي افندي بتاع مسرحيه فؤاد المهندس وشويكار. لكن انت اني عليك برده، مثلت ولا لسه؟ لا يا فندم، بصراحه ماليش في التمثيل، انا مدير اعمال وبس. وبس وبس. كنت شغاله عند مين قبل ناهد؟ ما كنتش عند حد قبلها. بس انت مش صغير عليها شويه؟ صغير صغير ازاي يعني؟ على فكره انا مش جوزها، أنا مدير أعمال وبس. آه، ما هي كلها أعمال. خير؟ المدام كانت عايزة تيجي تقابل حضرتك بنفسها، لكن زي ما حضرتك عارفة ظهورها في الأماكن العامة ده بيسبب لها مشاكل، وهي بتقول إن الصور بتاعتها اللي المجلة بتنشرها مش قد كده. وإنها غير ما تكمل الكلام ده حقيقي، بس أعمل لها إيه؟ على العموم إحنا لسه مصورنا صور جديدة، واللي مصورها مصور فرنساوي، يا رب تعجبك. نشوف. ايه ده؟ الظاهر انها بعت هديه. لا يا فندم، يا شايفه ان حضرتك تشتري الهديه اللي نفسك فيها. طول عمرها لماحه وذكيه. نشوف الصور بقى. ايوه كده، هي دي الصور. لمسه الخواجه الفرنساوي باينه، والاضاءه 10/10. عاوزاك تهنيها على اختيارها ليك كمدير اعمال. مجلة الناس الشيك، مجلة الصالونات، وبعدين ده شكل تقابل بيه ناس محترمة وعليها القيمة. معفن وعرقان وريحتك تقرف. يا مدام، أنا كنت بدرس تعليم سواقة. سواقة إيه إن شاء الله؟ ليه، ناوي تشتغل على تاكسي؟ لا، هيبقى عندي عربية وكمان فيها تكييف، وبعدين أي حد في مكاني كان هيبقى شكله وريحته كده، حتى لو كان حضرتك. أقعد يلا. بقول لك أقعد. أنا سمعت إنك بتبيع بسبوسة بالليل، صح ولا لا؟ وأنا ببيع مخدرات؟ أنا بساعد أبويا وبصرف على نفسي كمان. كلام الإنشا بتاعك ده تقراه في الجرايد. لازم يبقى عندك هدف واحد تركز فيه. طب وأعيش إزاي؟
دخل شغلانه واحده ما يكفيش واحنا عيله. الصغير بيكبر. وبعدين عاوزه اقول لك حاجه، في شغلانه الصحافه دي اللي بيبتدي معلم بيفضل طول عمره معلم، واللي بيبتدي صبي بيعيش صبي، وانت كده صبي مهما كان عندك امكانيات مين في الصحافه، طول عمرك هتفضل في نظر زمايلك بتاع البسبوسه. ما في عظماء كتير كانوا زيي واقل مني كمان. مش في مصر دلوقتي ومش في الزمن ده. بص حواليك وتعلم، جوع وانت صغير عشان تشبع وانت كبير، وامشي منفوخ وابويا الباشا وامي اصلها تركي، لان ده سلو بلدك دلوقتي، ومعظم نجوم الصحافه الايام دي بيعملوا كده. انا قلت اللي عندي، تفهم ما تفهمش انت حر. ما تزعلش من كلامي، وافتكر ان السكر لونه ابيض والملح كمان لونه ابيض، بس الاتنين ما بيتحطوش في برطمان واحد، فاهم؟ يعني نفذت الكلام اللي حضرتك قلتي عليه بالظبط. الصور اللي عندك دي مش مع حد تاني. انت ازاي دخلت بالتعابين؟ انا تعابين؟ وانا عامل كده ليه؟ ده انا بخاف من السحليه. يبقى الاراجوز اللي كان معاك وبتقول عليه المساعد بتاعك. ده واد غلبان وعايز ياكل عيش. عاطف، انت اللي عملت العمله دي. هو حضرتك شفتيني؟ لا. طب عرفتي منين؟ علشان انت الوحيد اللي في الفرح اللي ولا كان خايف ولا مهتم وعمال تصور. طب ما حضرتك كمان ما كنتيش خايفه؟ عشان عرفت ان في حد عاوز يبوظ الفرح، واكيد التعابين دي سنانها مكسوره ولا يمكن تاذي حد. هما كام تعبان؟ اتنين. عملتها لحساب مين وبكام؟ انت عارف انت لعبت مع مين؟ عارف الرجاله دول والحاله اللي هما كانوا فيها؟ شفت الستات واللي جرالهم؟ عندك فكره عن كميه الالمازات اللي ضاعت وان الستات اتعرت؟ ايه فاكر الموضوع هيعدي كده وخلاص؟ انت كده لعبت في عداد عمرك واستعجلت اجلك. طب وهم هيعرفوني منين؟ ولو عرفوني هيثبتوها عليا ازاي؟ انت هبل يلا، ابو العروسه راصد مكافاه 50,000 جنيه، يعني المساعد بتاعك انت هو اول واحد هيبلغ عنك لما يعرف. انا واثق في المساعد بتاعي. هو جاب التعبير من ابو رواش؟ تقريبا يا استاذه. يبقى اللي باع له التعابين هو اللي هيرشد عليه. رجب الفرخ ملوش لا اسم ولا عنوان. المساعد بتاعك اسمه الفرخ؟ ايوه، هو مش المساعد بتاعي، هو صاحبي وحبيبي، بس زي ما قلت لحضرتك ملوش عنوان. لكن له شكل، واللي باع له التعابين يعرف يوصفه، ويجيبه البوليس ويجيب رسام ويرسمه. هي وصلت للبوليس؟ والنيابه وامن الدوله، بس كل ده مش مهم. المرعب ابو العروسه. ده راجل مفتري وبيصفي حساباته بنفسه. وده لا يعرف قانون ولا عنده رحمة. انت بتخوفيني كده ليه؟ لازم تخاف. ايه هو انت كسرت كوباية؟ لا حصل حصل، يجرى اللي يجرى بقى. انت عملتها لحساب مين؟ ايه خايف منه ولا خايف عليه؟ لا خايف منه ولا خايف عليه، هي عملية اتعملت وانتهت. تبقى اهبل لو فاكر ان امرها انتهى. عملتها لحساب مين؟ قول عشان اعرف انت في امان ولا في خطر. مين صاحب العربية يا عاطف؟ طارق شعبان. لعيب الكورة؟ ايوه. يا حظك الزفت، انت عامل زي مسمار من غير راس ممسوك بكماشة. طارق هباب اللي بتقول عليه ده على حسب علمي راجل واطي، واكبر دليل انه ورطك الورطة السودة دي. يعني هو كده ممكن يبيعني؟ يبيعك ويبيع اهلك كمان. طيب ما هو لو باعني يبقى كده هو برضه باع نفسه. بكرة نشوف. بس أنا كان عندي إحساس إنك وسخ. لو حضرتك شايفة كده يبقى بلاش مني. أنا في شغلي بحتاج ناس وسخة برضه. الصور دي تسوى كتير. العربية اللي جابها لك غالية؟ هي عربية كحيانة وتعبانة، كانت عربيته. عشان عبيط. وإداها لك إزاي؟ بيع وشراء. ليه؟ هي الحداية بتحدى في كتاكيت؟ مش قلت لك إنه واطي؟ أصحاب الصور دي هيعملوا أي حاجة عشان يمنعوا نشرها. وحضرتك هتنشريها عشان التوزيع يزيد. توزيع إيه يا أهبل؟ ليه؟ هبيع كام نسخة؟ 1000 2000 تمنهم كام؟ إحنا هننشر عينات، والعينة هي اللي هتجيب الزبون.
انا عاوزاك تعمل لي 3 نسخ من الصوره دي. انت مش انا لوحدي اللي وسخ يا استاذ. اخرس. تعرف ان انا واحده من ضحايا الفرح؟ ايه ده، ضاع من حضرتك حاجه؟ لا انا بتكلم على الاصابات. على فكره هي مش باينه، وبعدين دي بسيطه. انا عارفه ان دي بسيطه، بس اللي تحت الهدوم مش بسيطه. صباح الزفت والقطران على دماغك ودماغ اللي جابوك. ايه القلب السود يا استاذه؟ هتعمل لي فيه عبيط ولا مغفل؟ احنا مش في اتفاق بينا ان اي شغل يجي لي انا الاول؟ ايوه في اتفاق، والاتفاق ماشي. وحياه امك؟ لا، لسانك تطوليه بمزاجك على غيري، بس لازم تعرفي ان انا ليا اول وليا اخر، يعني اي حرف يمس الكرامه يبقى يفتح الله. انت اديت صور للجورنال السهم؟ ما حصلش. افتح الجورنال عشان تعرف انه حصل. اكيد مصور تاني غيري. اه يا كذاب، ده شغلك وانت اللي كاتب الموضوع اللي منشور معاه. طيب اهدي، قصدك على حكايه صوره؟ قصدي على حكايه زفت. اهي الزفاف المرعب. ايوه موضوع اللي كذب، مش عايزاه يعني خالف اتفاق بصوره. بعلمي وموافقتي. طب اقعدي عشان نعرف نتكلم. انت هتديني اوامر يلا؟ يا استاذه انا عايز حضرتك تهدي عشان اعرف اشرح لك. بصي على الصوره، تعمليها كويس. تورتة واقعة على الأرض، حواليها 4 جرسونات على 2 نسوان مالهمش لازمة على راجل ملوش هواية، يعني صورة ملهاش لازمة أساساً. بس الصور اللي فيها الناس التقيلة عندك، بذمتك لو صورة زي دي اترمت على مكتبك هتنشريها؟ لا طبعاً. يبقى لازمتها بقى إيه الزعبوبة اللي حضرتك عملتيها دي؟ لازمتها إن مستقبلك معايا أنا مش في حتة تانية. أمال بيقولوا عليا الأستاذة ليه؟ عشان علمت ناس كانوا زيك وأقل منك ودلوقتي بقوا كبار، كبار قوي. أنا سمعت الكلام ده من حضرتك قبل كده. ما علينا، نشتغل. الشركة العالمية للتجارة. تاخد الظرف ده باللي فيه وتوصله للأمن. سري وشخصي. المهندس فؤاد لبيب، رئيس مجلس الإدارة. لقيت بوسطجي؟ شريك. شريك في إيه بالظبط؟ في المكسب والخسارة. واتطمن لا يمكن يبقى فيه خسارة. طب هتدخليني بكام في المية؟ 30-70. مين 30 ومين 70؟ طب تستعبط؟ أنا هاخد 40. ما تنساش إن أنا اللي في الصورة وأنا اللي شايلة المسؤولية كلها. 40 و60 حلو. يا خوفي منك يا بدران. موافقة. ده شرف عظيم ليا يا باشا. والله أنا أول ما شفت الصور دي ضغطي عالي عليا وحسيت إني مخنوقة. عشان كده أول حاجة عملتها بعتلك الصور دي على طول. ده تصرف محترم من حضرتك. أنا متشكر جدا يا مدام، متشكر جدا. أنا هعتبر ده جميل، وإن شاء الله هرد لحضرتك بالشكل المناسب. إيه؟ بتقولي إيه يا مدام؟ قلت الشغل ما فيهوش جمال يا باشا، وحضرتك رجل أعمال وسيد من يفهم المسائل دي. اللي جاب لي الصور طلب فيهم فلوس كتير، ولو ما كنتش اشتريتهم أكيد كان هيبيعهم لأي جورنال أو مجلة تانية. والصور زي ما حضرتك شفتها كلها فضايح وقلة قيمة لضيوف سعادتك اللي هم كريمة المجتمع وكبار رجال الدولة وستاتهم. كويس إن حضرتك فاهم الكلام ده عشان تعرف تقدر السعر. يا باشا أنا اشتريت النيجاتيف عشان أمنع نشر الفضايح دي. عاوزة كام؟ 30,000.
ألو. أيوة يا باشا، 40,000 العشرة الزيادة تمن الإهانة. ما هو مفيش راجل محترم يقفل السكة في وش واحدة ست ليها مكانتها وبتكلمه بكل أدب. قلت إيه يا باشا؟ هو ده الكلام. عاطف، ادخل يا عاطف. ادخل يا وش المصايب. انا اللي وش المصايب ولا المصايب هي اللي بتتحدف عليا؟ الأوضة دي أنا لسه منظفاها ومرتباها امبارح، بس لحقت تنكشها وتبهدلها كده ازاي؟ عايز أفهم أنت إيه يا أخي؟ هي دي الاستباعة بتاعتك؟ بقولك إيه يا عاطف، أنا مش ناقصاك، ولازم تفهم إن كل الأيام مش زي بعضها. تعالي بس، عايزة خد بالك أنا أختك الكبيرة، يعني أقدر أضربك. كنت ضربتي اللي اترزق عليكي في الشارع. ومين قالك إن أنا ما ضربتوش؟ هو صحيح ما فيهوش إصابات، لكن اللي حصل بقى انما ده اخد حقه وزياده. لا والله يا وحياتك ما خد كفايته. انا هعمل لك فيه عمايل، هخليه عبره لكل الناس، حتى عشان بعد كده لو عايزه تمشي في الشارع عريانه الناس ما تبصش عليكي خوفا وادبا. اختشي قليل الادب، امشي عريانه ازاي يعني؟ ما تتلم وتحاسب على كلامك يا بنت. بقول لو يعني انت هتمشي عريانه بجد مجازا يعني. هقول لك ايه، ما انت ديك البرابر. طب بقول لك ايه، انا عايز منك خدمه. ايوه اكشف عن نفسك، اكشف. عايز ادي هديه لواحد عزيز عليا قوي قوي قوي، وانت اللي تعمليها. صينيه بسبوسه. الله ينور عليكي، صينيه بسبوسه بالبندق وواحده كنافه بالقشطه، بس الاثنين يبقوا ايه، سوبر لوكس. هات انت البندق والقشطه وكل اللي يخطر على بالك، والصنعه سيبها عليا انا بقى. وعزه جلال لله، لا اعمل لك صينيه بسبوسه وكنافه، الحلواني اللي بنى مصر ذات نفسها ما يعرف يعمل زيه. صدق اللي حصل لابو قرن يا سي رجب. حصل له ايه يا سي عرف؟ مش قتل واحد، عايره بيك والحكومه مسكته. طب ايه رايك بقى انه صعب عليا خبر عكر زي وشك؟ هارك لحد دلوقتي يا بنت؟ مش جاي لي نوم. ابو قاعدة بره ليه؟ الرئيسة نايمة وطافية التلفزيون، مش لاقي حاجة تسليني. اتأخري شوية. اتأخري يا بنت شوية. حاسب هتقعد عليا.
مين الست اللي بتغني في التسجيل ده؟ جنعناع. حسها وحش. جزاي القمر. ده الفرح عشان يبقى فرح لازم تكون هي صاحبة الليل. صاحبة الليلة؟ طب بقول لك ايه؟ هتيجي نبعد بره شوية كده. ونبعد لها فرخ. اوعى ايدك. عشان نعمل ليلة وتبقي انت صاحبة الليلة. ما كانش ينعز. طب اتغطى عشان برد يعني. ما يحكمش. جرى ايه يا بت؟ انا اللي هيتقلي ما يحكمش ولا ايه؟ الله، انت فاكراني لسه شايفك امبارح ومعرفش انت ايه؟ بقولك ايه، المخزن قدامك، واجيك عارف طريقك وعارف مين بيستنى رجعتك. شغلك انت يا تام يا مسامسم. حوش ايدك ولم نفسك يا بت. ما يصحش كده، ما يصحش. ده انت ليكي تحت كل كوبري نومه ومنعمه تراب الخرابات. يبقى زيك زي غيرك. يعني ايه مبسوطه؟ يعني كله بحقه، ما عندي حاجه ببلاش. يخرب بيت اهلك اذا كان ليكي اهل. انت يا بنت طلعتي كده؟ ما فاكرني بنام تحت الكباري مزاج ولا ريحه الخرابات بتكيفني؟ كله بحقه يا فرخ، وكفايه اني بستحمل الرمم اللي زيك. كله بتمنه بتاعت الخرابات. الله العظيم. مبسوطة؟ مبسوطة؟ ايه؟ ايه يا فرخ؟ عاوز ايه؟ عاوزك يا منيلة بتمانين نيلة. عجايب، واحنا مش سبق وما اتفقناش؟ انا عن نفسي مستكفي يا روح امك، انا عاوزك لواحد صاحبي. يخرب بيت اللي جابوه، انت ناوي تشتغل شغلانة العفشة دي؟ فشر يا مدودة، ده انا موت من الجوع ولا اشتغلش شغلانة عفشة زيك. هي كل العبارة ان في واحد صاحبي ملوش في الحريم خالص وعايز اقدم له خدمة. ما هي بتبتدي في الاول خدمه وبعد كده بفلوس. مبروك عليك. بس انا لا، مش فاهم. يعني انا مش من اياهم يا فرخ، ولو كنت من اياهم كان زمانك لقيتني في كافيتريات واوكندات وسط البلد. وعلى عينك يا تاجر، مش ناقصني حاجه، كم هدمتين عادين وصباع احمر. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ وايه اللي حايشك يا اللي متبغداده؟ الله، ما انت طول عمرك شغاله في العفش والرخيص. بمزاجي، حره نفسي، اللي يعجبني اقول له اللي ما يعجبنيش اقول له لا. مبسوطة؟ صاحبي اللي بكلمك عليه عذراء، أبيض يا ورد، يعني أي ست تدفع فيه فلوس. وأنا مالي، هيدفع؟ أنا عايز أعمل له مفاجأة، والحساب عندي وبزيادة. الله يكسك يا ابن اللي ملهاش اسم في الدفاتر. شكله إيه صاحبك ده وفي أي دهي؟ قومي بس الأول البسي هدمة نظيفة واشطفي نفسك بدل ما تخش عليه زي يومين الغولة. إذا كان عاجب، 5 جنيه مجمدة وباخد مقدم. يلا بيت. جبت لك العروسة. مين دي؟ الحريم. دي حريم؟ والله أيوة. وجايبها تعمل ايه هنا؟ جايبها عشانك. عشان أنا؟ دي المصيبة السودة، عشان تهلس. هلس مع دي؟ مالها دي؟ عايز نقطفلك من فوق الشجرة يعني؟ احنا اللي عندنا اللي موجود وقيع من تحت الشجر. عاجبك شيل من على الأرض، مش عاجبك عض في الارض. اسمها ايه؟ مبسوطة. مبسوطة من ايه؟ لا، هي اسمها مبسوطة عاطف، هي اسمها كده. اسمها مبسوطة. يلا يلا بقى، شوف لك اي ركنة ضلمة وخلص امورك فيها. يلا بقى، ما تبقاش كلح بقى، زق عجلك يلا. خلصونا بقى. على فين؟ ارجع لي بالسلامة يا حبيبي. يابا كله يدلع نفسه.
بالعقل وبالاصول لو عدى اللحه زياده لا تشمت فيك عزول يا بقى بكله يدلع نفسه. ايه تمام. ريحتها عامله زي ريحه المعيز. معيز؟ نبي انت ولا بتفهم بالفازليمه اللي متنعكشه في شعرك دي. يا عاطف البت بتاعت اول مره عمرك ما تنساها حتى لو نمت مع بت ملك الجان. ما ان شاء الله رجب للنعجه تصحى ما تلاقيناش. استني خدي حاجة حلوة. ألو. أيوة أنا نجوى. وعاوز إيه يا أمين الشرطة؟ عاطف ربيع ماله؟ طب كتر خيرك يا حضرة الأمين، قول له مدام نجوى بتقول لك استحمل لحد الصبح وكل حاجة هتبقى عالي العال. مع السلامة. ألو صحتك من النوم؟ أنا نجوى. اسمع أنت مش كنت بعتلي موضوع لعيب الكرة ده اللي اسمه طارق شعبان؟ أيوة عاوزة شوية معلومات عنه. أول حاجة اديني عنوان بيت أهله. أنا مش هتأخر، اركنها في حتة قريبة. تحت أمرك يا مدام. اتفضلي يا حاجة. خدي بالك مني. الله يسترك يا بنتي. تعالي يا حاج. احنا فين ورايحين فين يا اختي؟ دلوقتي هتعرفي، طولي بالك. وانا ماسك ايديها ولسه هبدا بقى من اللي بالك فيه، فجاه لقيت راجل. راجل ايه؟ لقيت ضرفه كبيره واقفه جنبي. انا قلت النور قطع. بسالها مين ده يا بنتي؟ لقيتها بتقولي ده خطيبي. خطيبك؟ انا قلت ده عزرائيل وجاي يقبض روحي. انا لو اعرف ان هي مخطوبه وبالذات لضرفه زي ده اكيد بناقصها يعني. كابتن طارق، عارفني ولا مش عارفني يا كابتن؟ ما عنديش فكره انت مين. حالا هيكون عندك فكره، بس مش الاول يبقى عندك اخلاق رياضيه وتقوم ترحب بالست والدتك؟ ده ابنك يا ست نبويه، ولا مش قادره تعرفي عليه عشان نضيف زياده عن اللزوم؟ انت بتشرب خمره يا عبد التواب؟ انا نجوى كمال، لازم تشتري العدد اللي جاي من المجلة بتاعتي. عاملين لك تحقيق صحفي هايل بالصور على مشوار نجاحك عشان جمهورك يعرف قصة كفاحك من الساحة في بلدكو للبار يا عبد التواب. تعال عزمني على دريليان بلاوي. انت عايزة مني ايه؟ مش عارف انا عاوزة منك ايه؟ وحياة امك اللي قاعدة هناك دي انت مش عارف انا عاوزة ايه؟ عاطف ربيع مش كده؟ اديك فهمت. ما اقدرش اعمل حاجة معاه. اعترف. اعترف بايه؟ انك بعت له العربيه. كده يبقى رحت في داهيه، في محضر اتعمل الصبح هيطلع النيابه. تروح القسم الصبح وتغير اقوالك، الكلام ده لازم يخلص الصبح بدري. ازاي يعني؟ جرايه طروقه، انت ليك دلاله على ناس كتير، ناس كبار ومهمين قوي في البلد دي، واكيد مش هيقولوا لك لا. يا كده يا تعتبر نفسك انتهيت يا عبد التواب. أنا عارفة سبب دموعك دي، بس يكون في علمك أنا طيق العامة ولا طيقش أشوف دموع راجل. أنا عشت أسود ليلة في حياتي. حد اتحرش بيك في الاسم؟ بلطجي ابن كلب، حتى لو دخل السجن هجيب أمه. هدومك فضلت عليك ولا اتقلعت؟ لا الحمد لله ما اتقلعتش، بس المحاولة نفسها فيها ذل. يبقى لازم تنسى الموضوع ده من أوله لآخره، والبلطجي ده كمان لازم تنساه عشان ما يبقاش عندك عقدة في حياتك. أنا مش عارف أقول لحضرتك إيه. إنتي مديتي إيديكي وإنت شلتيني من جهنم الحمراء. إنت اللي رميت نفسك في جهنم الحمراء يا غبي. أنا حلفت يمين إني أبوس رجلك.
مفيش فايدة فيك ولا في أي حد زيك. أنت فاكر الدنيا ماشية إزاي؟ ماشية سبهللة؟ الدنيا ماشية بقوانين هي اللي عملتها لنفسها. وأول قانون بيقول مستحيل البني آدم يبقى طيب وشرير في نفس الوقت. ما ينفعش تبقى شريف شوية وغير شريف شوية تانية. النظافة والوساخة لا يمكن يبقوا في نفس المكان. الدنيا يا كده يا كده، وعليك تختار أنت عاوز إيه. لكن البني آدم اللي بيمسك العصاية من النص بيفضل على حاله، دايما خسران. وانت خسرت واتهنت عشان مسكت العصايه من النص. انا بتعلم منك يا استاذه. الغايه بتبرر الوسيله. شوف انت عاوز تعمل ايه واختاره. بس حضرتك نظرتك للدنيا سودة قوي. من اللي شفته، وانا شفت كتير. وخلي بالك ان ما قدرتش تبقى ديب هتبقى خروف. واديك جربت عيشه الخرفان في الحجز. ساعتك كام؟ 10:30. طب تعالى انا عازمك على 10. لا مش هقدر يا استاذه، لازم اروح لابويا عشان اطمنه عليا. على راحتك. عملت ايه في العربيه سبب المصيبه؟ عربيه ايه بقى؟ يغور بيها دي نحس زي وش امه. صباح الخير. مالك في ايه؟ في حاجه لازم تشوفيها بنفسك يا استاذه. عاوزاني اشوف ايه؟ امتى ده حصل وازاي؟ انا جيت الصبح لقيته نايم. عم مسعود هو اللي فتح له. ايوه يا ست هانم، وانا الصبح انا منظف. خلوه نايم وبلغوني لما يصحى. تعالى يا مسعود قولي ايه الحصل. ايوه يا ست هانم، الساعه 7 الصبح انا منظف المكتب، جه هو خبط، فتحت له فقلت له والله انت ايه اللي جابك بدري دلوقتي؟ فقال لي انا جاي اخش الحمام. قلت له خش الحمام. ايه اللي حصل لك تاني؟ خناقه عائليه. خناقه عائليه تعمل فيك كده؟ ما شفتش نفسك في مرايه؟ شكلك طالع من صندوق زباله. لا اصل الخناقه كانت شديده شويه. مع ابوك ولا مع امك ولا مع كله؟ مع ابويا وطردني. طردك؟ ومامتك سابته يطردك؟ ما عرفتش تمنعه؟ الخناقه كانت في الشارع عند العربيه. ايوه. وايه المصيبه اللي عملتها عشان ابوك يطردك؟ مش كبرت على حكاية الطرد دي؟ ولا كنت عارف انك لازم تطرد؟ ما كانش ينفع ابقى جنبه وهو غضبان، وما كانش ينفع ارجع البيت عشان ما كنتش اخلص من ماما. لازم عاملة سودة. خلاص بقى، لا حصل حصل، الموضوع انتهى. ما انتهاش بالنسبة لي. هي مسألة عبيطة وهايفة، بس بالنسبة للوالد والوالدة غلطة كبيرة قوي. ايه، سرقت اهلك؟ ابويا ظبطني مع واحده في وضع مش كويس، وعفاريت الدنيا اتنططت فوق دماغه. قفشك مع واحده؟ مش مكسوف من نفسك؟ طب هتعمل ايه؟ مش عارف. بتلبس مقاس كام؟ ايه؟ بتلبس مقاس كام؟ 42. انت مش شايف منظرك عامل ازاي؟ فندم يا مدام، خدي اشتري قميص مقاس 42 وبنطلون مقاس كام؟ 34. وغيار داخلي فوق وتحت من اي محل وبسرعه. حاضر. حمامي في دش، لما تهاني تيجي تدخل تاخد دش وترجع بني ادم تاني، وتروح بيتكوا تجيب هدومك والحاجات اللي تهمك، وتكون قدام العماره دي لما تخلص. هتكون هناك الساعه كام؟ الساعه 10 بالليل. اشمعنى الساعه 10؟ عشان ابويا يكون خرج من البيت. البواب هيكون مستنيك قدام العماره. تقول له انا عاطف ربيع وهو هيعمل اللازم. ايه الهيصه دي؟ النهارده في قبض يا مدام. وايه المشكله؟ الاستاذ علي نبهان بيقول ان هو كتب 4 موضوعات مش 3. قولي له المدام هتشوف الموضوع ده بعدين. في ايه تاني؟ اصلا انا قلت له الكلام ده قبل ما حضرتك تيجي، بس هو ما عجبوش الكلام وقال لي الحق حق. قال لك الحق حق؟ اه والله يا مدام. خلاص ادي له مكافاه الموضوع، وقولي له المدام مش عاوز الشغل تاني منك. يا
صباح الخير. ازيك؟ مالك فرحان كده ليه؟ نجحت. بجد؟ بدرجة مقبول بس نجحت. ألف 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 مبروك يا عاطف، ده إيه الخبر السعيد ده؟ لازم بقى أعزمك على العشاء النهاردة بمناسبة النجاح. تهاني. أيوة يا مدام. جاتول المكتب كله. حاضر. مالك مش على بعضك ليه؟ ما تقعد عدل. اتفرج على الناس يا استاذه. انا عمري ما شفت النوع ده قبل كده. وماله النوع ده؟ مش عاجبك ولا ايه؟ هي الناس دي بتطلع بالنهار. ايوه بتطلع بالنهار، بس الهيئه غير الهيئه. بس دول معظمهم عارفينك. زي ما انا عارفه بلاويهم بالظبط. بطل تبص. حاضر. يا جوهان. ايوه. محسن بيه الاهواني عاوز يحاسب على الترابيزه بتاعت حضرتك. ايه راي حضرتك يا فندم؟ طبعا لا. قول له مدام نجوى بتقول لك متشكرين، وانت عارف انها بتحب تدفع حسابها. بعدين هو مش شايف ان انا معايا راجل طول بعرض؟ احنا هنا يا فندم في خدمه زبايننا مش اكتر ولا اقل، وبنسمع الكلام سواء من حضرتك او من حضرته. ماشي شكرا. بعد اذنك يا فندم. هو ايه الموضوع بالظبط؟ حدق قوي. فاكر انه ممكن يشتري سكوتي بعشوه، مش عارف ان كل حاجه ليها تمن. حوالين رقبتها هيبقى كأنه ألماظ. انت شايفة كده؟ وانت مش شايف جامر دي بيضة وعينيها خضرة. سامع يا معلم فرغلي؟ رجيني والنبي. رضيها والنبي يا معلم عشان خاطر خرجع الحلاوة. ايه ده؟ ايه حلاوتك دي؟ يا لهوي ربنا يخليها لك. مبسوطة؟ مبسوطة؟ ايه الكروانة؟ هات انا اشتريتهم مني كلهم. انت كنت فين يا بنت مدوخاني وراكي سبع دخات؟ انا اهو. اركبي. اركب روح فين؟ ما ينفعش. هتركبي يا بنت؟ هو انا هخطفك؟ يلا عايزاكي في مصلحه. خش اطلع يا استفاوي. على فين ان شاء الله ست كروان؟ على البيت عندي. عايزه اتكلم معاك كلمتين على رواق. قلقانة ليه؟ ربنا يهديكي وتخلصي المسألة اللي أنا عايزاكي فيها. أنا تحت عمرك يا ست الهواني. ست الهواني من إيه؟ قولي لي يا نعناع، قولي لي يا كروانة. اللي تشوفيه. من الآخر كده عاوزاكي معايا، بدل بهدلة الشوارع وقلة القيمة والشحطات اللي أنتِ فيها. شغالة يعني؟ ما ينفعش في الشغلانة دي، لا أرضى بيها ولا هي ترضى بيا. حكم. شغالة إيه؟ وأنا برضه هرضلك إن أنتِ تشتغلي شغالة؟ الشغاله هي اللي كانت واقفه جنبي دلوقتي اللي اتقبصت وشي دي. ايوه. طب بس اللي كنت فاكراها من اهل البيت. طبعا عندك حق، لان كل اللي بيشتغلوا معايا قشرتهم بتبقى معدن وعالي العال. امسكي. انا عاوزاكي تشتغلي معايا في الافراح والحفلات. شغلتك عينك عليا طول الوقت وتخلي بالك مني وتساعديني في الحاجات الخاصه بتاعتي. اشمعنى انا يعني يا ست نعناع؟ ما في غيري كتير. من الاخر كده وشك حلو عليا، واليوم اللي بشوفك فيه بسهل الاخر سهلله. وخلي بالك هنغنغك وقشتك معايا هتبقى معدن وهتبقي واحده من اهل البيت.
الا قولي لي انت ساكنه فين؟ ها؟ ساكنه؟ ايه مش عارفه؟ لا ساكنه. اه فهمت، ولا يهمك، كل الدبر. ان شاء الله تسكني معايا هنا. هنا؟ هنا فين يا مدام؟ هتقعد فين؟ هي الشقه ناقصه؟ الله يسامحك، مش رد عليك عشان انت زي امي الله يرحمها. هو انت اللي زيك ليه ام؟ ام سيد وبعدين ورقي امي. على فكره هي تبان كده رزله بس والله العظيم ما في اطيب منها، دي معايا بقالها 20 سنه. ها وانت قلتي ايه؟ افكر ارد عليكي. ملوش لازمه التفكير. مفيش حاجه ملهاش لازمه يا ست نعناع، لازم افكر وبعد ما افكر اقعد افكر تاني. اه لازم ادبر اموري واحسب حساباتي كويس. وهتردي عليا امتى؟ قريب ان شاء الله. مبسوطة؟ مش عايزة ألف عليكي في الشوارع. مش هتلفي. طب قوليلي تعرفي توصلي البيت لوحدك؟ لا هجيبلك ورقة وقلم واكتبلك العنوان. أم سيد هاتيلي ورقة وقلم. عشانك اللي عاوزك رابع مره يتصل. اوكي حاضر. الو سعاده الباشا، ازاي حضرتك؟ ايه الغيبه الطويله دي كلها؟ طبعا عارفاه، هو ده مكان حد ما يعرفوش. بس انا لسه مخلصه تمرين وجسمي كله بيشر عرق، اديني ساعتين بس واكون عندك. باي. شكرا. مهمة جديدة؟ المهمات زي طلقة الرصاص، تتضرب مرة واحدة بس. أمال إيه؟ وظيفة محترمة في شركة محترمة. دي حاجة كويسة قوي إن حضرتك تفتكر وجايب لي وظيفة كمان. الوظيفة دي حكومة ولا قطاع خاص؟ هو أنت شكل وظائف الحكومة ولا مرتبات الحكومة تنفع معاكي؟ قطاع خاص طبعا. والشركه دي اسمها ايه وبتشتغل في ايه؟ مستعجله ليه؟ هتعرفي كل حاجه دلوقتي حالا. مبسوطة؟ مبسوطة؟
اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. لو شاطر اعملي زيي. طفي النور قبل. ليه؟ طيب ماشي. تجنن هما الحلوين علشان حلوين يعملوا كده اهو، ولا الطعمين علشان طعمين يتقالوا كده اهو. هما الحلوين علشان حلوين يعملوا كده اهو، ولا الطعمين علشان طعمين يعملوا كده اهو. كده اهو كده اهو كده اهو كده 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 كده. الله يسامحك يا اللي في بالي. على مهلك حبيني على مهلك، أنا زيك عيني بتنده. على مهلك حبيني على مهلك، أنا زيك روحي بتنده. أنا ناسية وأعمل ناسية، بس بص عيني بتنده لك. على مهلك سوق على مهلك. ستوب 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 فرامل. لا 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 ما فيناش من الغير، اصل الغيره في الحب خطير. لا 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 ما فيناش من الغير. الباشا مبسوط ومفرفش جدا. هتحتاج حاجه ثانيه؟ بقول لك ايه؟ تبشير. عندك ايه بعد الاكل والشرب؟ عندنا كل اللي يخطر على بالك. طب ما تجيب لي حاجه كده من اللي تخطر على بالك. نو نو ما فيناش من الغير، دي اصل الغيره في الحب خطير. نو نو ما فيناش من الغيره، دي اصل الغيره في الحب خطير. انساها يا روح انساها، واشطبها بالتباشيرة. على مين يا ابني هتلعب؟ على مين تعمل مشاكل؟ على مين يا روحي هتلعب؟ قاعد لوحدك ليه؟ على مين تعمل مشاكل؟ اديني ما بقتش لوحدي. احنا برضه بنلعب على قول وعش يا ناكل. تمام تمام. تشربي ايه؟ ويسكي. ازازة ويسكي. ماشي. فاكراك اذكى من كده يا محسن يا اهواني. هو ده اللي قدرت عليه تدفع لي العشاء؟ ده انت اهبل بقى. عاوزه ايه؟ عاوزه اعلان الغلاف الاخير بتاع المجله بتاعتي. الغلاف الاخير مش العدد الاخير يا اهبل. فلله ولا فالك. ظهر المجله، فهمت؟ بكام هتدفع اللي بقولك عليه؟ انت هتفصل معايا؟ ايوه كده، خليك حلو امال. سلام. اي خدمه يا استاذه؟ فين تهاني؟ عندها ضيفه. قول لها الاستاذه عاوزاكي دلوقتي حالا. معلش يا استاذه انا اسفه. روح انت. مين الضيفه اللي عندك؟ دي بنت بتقول انها صحفيه وجايه تسال على الاستاذ عاطف. بنت وصحفيه؟ اسمها ايه؟ اسمها سلوى. طب دقيقه كده وخليها تدخل. صباح الخير. صباح النور.
ايه ده كده طمنتيني على مستقبل الصحافه، حلوه ورشيخه. اقعدي يا سلوى ياسين. الله اسمك حلو، وده حقيقي ولا تركيب؟ لا مش فاهمه، يعني اسمك حقيقي ولا مؤلفه اسم سينمائي عشان يبقى سهل يتحفظ؟ لا ده اسمي الحقيقي، سلوى عبد العزيز ياسين. وبتشتغلي في انهي جورنال؟ في السهم. عاطف كان بيشتغل هناك، زميلته يعني. اه تقريبا. وعاوزه عاطف في ايه؟ عاوزاه في شغل. ايه نوع الشغل ده؟ الجورنال طلب مني تحقيق عن ظاهره التسول والبلطجه اللي في الشوارع، وانا عايزه اعمل تحقيق ميداني وانزل الشارع بنفسي، وعاوزه عاطف هو اللي يصور لي الموضوع. وش معنى عاطف؟ ما اي مصور من الجورنال بتاعكم. لا ما انا مش عايزه اي مصور وخلاص ياخد لي كام صوره على الماشي، عايزه يبقى معايا وملازمني وبرضه يبقى حمايه ليا. ايه في حاجه حضرتك؟ طبعا عاطف خلاص كبر ومشاغله بقت كتير، وشغل المجله ده كله تقريبا هو اللي شايله لوحده، ومهما كنت غالي عليه وقته ما يسمحش، وحكايه التصوير دي خلاص مرحله وعدت. بس هو بيحب التصوير. الحب حاجه والشغل حاجه. لما انت ما قلتليش ايه علاقتك بيه وعاوزاه امتى؟ عاوزاه الليله دي او بكره بكتير. خساره يا سلوى ياسين، حظك قليل. عاطف في مأمورية بره ومش هيرجع قبل يومين ثلاثة. أكون خلصت التحقيق بتاعي. بالتوفيق يا حبيبتي. أنت لايقة على الموضوع اللي أنت بتعمليه وعلى الجورنال اللي أنت شغالة فيه. أنت مش ناقصك اشتراكي برضو؟ مش مهم بقى. متشكرة قوي يا مدام نجوى. سعيدة إني شفتك ونبقى نشوفك. إن شاء الله. رغم إن الفكر مختلف. من الكلب عاوز يلعب بديل، مش قادر يصبر. زي حضرتك. زي حضرتك انت. اقفل الباب. اقعد. خير؟ في حاجة؟ مالك مش على بعضك كده زي ما تكون عامل عاملة. على فكرة الطقم بتاع حضرتك شيك جدا. سيني أصلي ومن بره صح؟ احنا مش في هدومي دلوقتي، من بره ولا من جوه مش ده موضوعنا. تعرف بنت صحفية ناشفة كده ومعصعصة اسمها سلوى ياسين؟ دي كانت بتشتغل. هو اسمه ايه ده؟ دي مالك مرعوب كده ليه؟ زي ما يكون مراتك اللي بتخوفك بالليل. يا أستاذة دي زميلة كانت بتشتغل في جورنال السهم، وحضرتك عارفة إن أنا كنت بشتغل في جورنال السهم. أصلها جت تسأل عليك هنا، أنت هربان منها ليه؟ هي قالت لك إن أنا هربان منها؟ لا ما قالتش، بس أنا حسيت. طب وأنا أهرب منها ليه؟ إحنا علاقتنا كلها ود. ما هو باين الود اللي بينكوا. كانت عاوزاك تصور لها تحقيق صحفي يشبه لها كده عن التسول. وحضرتك قلت لها ايه؟ قلت لها انك خلاص ماضي عقد احتكار وبطلت الشغل القطاعي وما عندكش وقت تجامل في حد. صح طبعا اللي حضرتك تشوفيه. عندك شغل مهم جاهز. هتسافر العجم، في حفله في فيلا سورها عالي قوي على حمام السباحه، فته ولحمه وممبار. على حمام السباحه؟ ايوه على حمام السباحه. المعازيم رجالة وستات من أهم الناس في مصر، عشان كده الحذر مطلوب والفشل مرفوض، ولو اتقفشت اعتبر نفسك انتهيت. لا اديني بس كل المعلومات وهتشوفي أنا عامل ايه. ولو نجحت عندي ليك مكافأة. أنا المكافأة بتاعتي رضاك يعني؟ طب غور من وشي دلوقتي. أمرك. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ ده نص عظماء مصر لابسين مايوهات. صحيح مين دول يا استاذه؟ خلطه ما يعرفش يعملها غير خضر العطار. رجال اعمال. طب ما عادي. لا مش عادي. شايف الست دي؟ دي مرات علاء مجاهد رجل الاعمال، تعرفه؟ عارفه، مستورد القمح. ايوه. ودي بقى مرات شريكه عمرو ابو شامه. ده الظاهر ان الشركه مش في التجاره بس، وفي النتايه كمان تنفع. يا ساتر استر، عايز تدخلوه شخصيا؟ اهو الراجل ده بقى هو اللي سخني ان انا اصور كل حاجه جوه بسبب صوره ليه مره جروني على الاسم. تحمد ربنا انها جت على كده. هو الراجل ده مهم قوي كده؟ طبعا، ده بقه في ودن الكبير بتاعنا، ربنا يكفينا شره. في الخزنه اكيد. يفضحكم في ديحه القطط على السلالم. هو جرى ايه في البلد؟
الواحد ما بقاش عارف الفرق بين الذكر والنتاية. ومين دول بقى؟ معرفش، بس زي ما انت شايف بيعلنوا كراهيتهم للرجالة. أكيد هتنفع. وده مين ده بسلامته؟ شكله لعيب كبير قوي. معرفوش، بس شكله راجل مهم. سرنا في يوم نعرفه، وأكيد هيبقى لها عوزة. شاطر يا عاطف يا عطوفة، انت طلعت أحسن من تقديري ليك بكتير. كله بفضل حضرتك يا أستاذة. كده التلميذ اتفوق على المدرسة بتاعته والنظرة كمان. إن شاء الله هفضل كده على طول. أنا كنت وعدتك إن أنا عندي ليك مكافأة. اعتبريها وصلت. لا، أنت تروح تستريح في المكتب لحتى ما أنا أظبط أموري. طب إيه المكافأة؟ مش هقولك. عارف يا عاطف الإعلانات اللي في الشوارع؟ أهي البلد عاملة زيها بالظبط. فيها اللي بينور ويطفي، وفيها اللي منور على طول، وفيها اللي مطفي على طول. إيه رأيك بقى في مشروع يخلينا ننور على طول؟ حد يكره؟ بس هو إيه؟ جورنال. جورنال يا عاطف، جورنال يبقى بتاعي وبتاعك أنت كمان. أنا؟ أيوة أنت. بس ده مشروع وهمي. ليه وهمي؟ محتاج فلوس كتير وإجراءات ورق. حضرتك عايشة في بلد بتوقف المراكب السايرة، عايزة تمشي مركبة؟ وبعدين مين قالك إن الجورنال ده هينجح؟ تبقاش أهبل، أنت فاكر إن البلد دي هتفضل على حالها كده؟ بص حواليك، السنين اللي جايه دي كلها شخلعه وفهلوه وخفه يد كمان، وانا وانت مع بعض ممكن نبقى حاجه كبيره قوي. انت بتبص لي كده ليه؟ انت حبتيني مش كده؟ انت مغفل. احبك ازاي وتحبني ازاي؟ انت يوم لما تحب هتبقى بنت في سنك او اصغر منك، وهي كمان لو حبتك هيبقى كده برضه زي البنت اياها. يا عاطف انا بالنسبه لي الحب راح وزمنه راح. هي كمان شكلها راحت. المسألة مسألة احتياج. بنجوع بناكل، بنعطش بنشرب. المسألة بيني وبينك هتبقى كده بالظبط، مفيش احتكار. مش فاهم. يعني أنا مش مراتك ولا حبيبتك عشان أحاسبك. حضرتك هتبقي كده برضو؟ حضرتي ست محترمة، ست مش طفصة، محبش أكل غير وأنا جعانة وأكلتي خفيفة. أنا بتعلم. دي شروطك؟ لا، شروطي كتير، بس أهم شرط فيهم إن مفيش تغيير في المعاملة اللي بيننا. كل واحد فينا لازم يعرف مكانه بالظبط ويلتزم بيه. يا عاطف أنا قريت الجوع اللي أنت فيه من نظراتك ليا أول مرة شفتك. يا أستاذة أنا جعان كل حاجة في الدنيا، عشان كده واحدة واحدة عليا شوية. ماشي. رايحة على فين يا أستاذة؟ بحب أمشي في الشوارع بالليل وهي فاضية، بعرف أفكر. هو في طريقتين، لا مش اتنين، تلاتة. يا نعمل شركة، يا نشتري رخصة جورنال، يا نجيب رخصة من قبرص. إيه الطريقة السهلة المضمونة يعني؟ إن إحنا نشتري رخصة. وفي حاجة للبيع؟ على طول. على كام؟ 2 مليون، بس بالتفاوض ينزل 1.5. مش قلتلك مشروع وهمي؟ وحضرتك بقى معاك الفلوس دي؟ ما كانش ده بقى حالي، بس ممكن نتصرف. ونتصرف ازاي؟ قليل ونسرق بنك حاجة زي كده. يا نهار اسود. تعال اقفل الباب. أنا مش قلتلك أول مرة هتبقى عندي؟ بس دي مش شقتك يا أستاذة. دي واحدة من شققي اللي بأجرهم مفروش. تعال. إيه؟ إيه؟ مالك؟ ماليش، أنا كويس. طب اطفي النور وتعال. نكتة؟ أبيحة؟ لا عادية. قول. مرة جوحة اشترى 3 تفاحات،
راح البيت ياكلهم براحته وراح مولع شمعة. فتح أول واحدة لقاها مدودة. راح رميها. فتح تاني واحدة برضه لقاها مدودة. راح رميها. وبعدين راح طفي الشمعة وأكل التالتة. يا ابن المعفنة بتلقح عليا؟ لا والله يا أستاذة. وأنا طول أكل تفاح أصلاً. أنا معاكي في الضلمة وفي النور. اللي تأمري بيه. طب تعالى يا جح. بتعملي ايه؟ مذاكرة ولا صحافة؟ لا مذاكرة. دي اكيد مبسوطة. احنا هنشتغل خدامين عندها بقى ولا ايه؟ بعدين الساعة 11 ونص. اهلا يا مبسوطة. شكرا وبسلوى. بس اللي معايا وطول جدا حيل. بقولك ايه مبسوطة؟ بعد ما تاخدي نفسي كده من طلوع السلم ابقي دخلي الفاكهه دي معاكي اوضتك. ايه ده؟ ده انا جايبه الفاكهه لينا كلنا. تعالي يا ابله وفاء كلي فاكهه. مين اللي قال لك يا مبسوطه ان احنا عايزين فاكهه؟ هو حد يكره الفاكهه؟ يا صفيه يا سوسن تعالوا شوفوا مبسوطه هانم اللي جايبه لنا ثلاث انواع فاكهه. ودي صدقه ولا رشوه بقى؟ لا دي ولا دي. امال ايه؟ محبه وربنا. وبعدين انتوا لو حد فيكم جاب حاجه مش هتعملوا صحابي برده؟ لا لو المسألة كده هي يعني مفيش مانع. لا في مانع. احنا امكانياتنا لا تسمح ان احنا نجيب فاكهة وحلويات. ده يعتبر بزخ واحنا ما نقدرش عليه. وبعدين انت كده بتحرجينا لان احنا مش هنقدر نرد لك. انتوا بتتكلموا ازاي؟ انتوا زي اخواتش. اخواتك؟ احنا مش اخواتك ولا عمرنا هنكون اخواتك. ده ايه الخيبة اللي نزلت علينا دي؟ على اخر الزمن هنبقى اخوات صبية واحدة عالمة جهلة؟ ايه في ايه؟ مين اللي جاب الفاكهه دي؟ دي مبسوط. على فكره كده ما ينفعش خالص ولا هي دي الاصول. واللي انت عملتيه ده غير انساني بالمره. بص يا سلوى مش عايزين نخسر بعض عشان خاطر بنت وجودها معانا غلط في غلط. وبعدين بقى مهما جابت اكل او فاكهه لازم يبقى عندنا كرامه. كان ممكن تتعاملوا معاها بطريقه الطف من كده. وبعدين احنا لازم نتعامل معاها على قد تفكيرها. دي واحده عايزه تتقرب مننا نقوم نجرحها؟ والله لو عايز تقرب مننا مش بكام كيس فاكهه. لو عايز تقرب مننا بجد يعني تمسح الشقه تروح ترتب لنا السراير تغسل المواعين كده يعني. والله ده على اساس ان هي خدامه عندنا. دي واحده ساكنه هنا وبتدفع ايجار يعني هنا احنا كلنا زي بعض. ثقافه اليسار منتهيه الصلاحيه ظهرت يا بنات. اذا كانت ثقافه اليسار بقت منتهيه الصلاحيه يبقى الثقافه البرجوازيه اللي انت ما تعرفيش حاجه عنها اصلا خلاص عفنت. وجودنا هنا كلنا مع بعض في شقه واحده ده أكبر دليل على إننا ولاد ناس على قد حالها. وبعدين لو واحدة فيكوا أبوها يعني عنده قصر كبير سايبها ليه تسكن في شقة حقيرة في آخر دور؟ ولا اللي عمها ولا خالها عنده شقة عظيمة على النيل سايبها ليه وقاعدة معانا؟ يبقى ما ينفعش نعاقب واحدة غلبانة عشان بس حاولت تكسب ودنا. الصراحة يا جماعة سلوى كلامها مظبوط. أنا قلت لكم إن أبويا الله يرحمه كان شيخ جامع لكن هو الحقيقة كان خدم الجامع يعني. ويمكن يعني كان حالي يبقى احسن من كده لو كان شيخ الجامع. الصراحه زين والعدل زين يا بنات. عندك حق يا سلوى. لو واحده فيكم عمها ولا خالها كان عنده شقه على الكورنيش ما كانت تروح تعيش معاه. انما اللي زينا يقعد معانا. يلا قومي طيبي خاطرها بكلمتين. الله يعني واقفين ورا الباب؟ ازيك يا مسعيد؟ الكرونة خرجت ولا ايه؟ هتخرج ازاي من غير ما تاخدك في ايدها؟ امال هي فين؟ نايمة. نايمة؟ ده احنا قبل المغرب بشوية، لك كنت تعبانة. يا ولية سرير متساوي زي الفل، هي فين؟ المدام نايمة في الحمام. حمام؟ لا تتلبس. بترغي مع مين يا مسيد؟ دي مبسوطه يا كروانه. تعالي يا مبسوطه عاوزاك. تعالي يا مبسوطه ما تتكسيش، انا لابسه مش عريان. خير يا مدام في ايه؟ مفيش حاجه يا بت، ده تين جاي لي من بلاد النوب. وصفه كانت بتعملها ممثله مشهوره امريكانيه اسمها جريتا جرب، تعرفيها؟ جربوا؟ لا ما اعرفهاش. ولا انا والله. بس هعمل ايه؟
هم قالوا لي بقى كده. لو تسمعي كلامي ولا تشغلي بالك بالموضوع ده، دي ست ام كلثوم كانت بتغني لغايه ما ربنا افتكرها. كرايه مبسوطه، احنا هنضحك على بعض. انا فين والست فين؟ الست فضل حسها زي ما هو لحد ما ربنا افتكرها. انما انا بقى ببيع للناس حاجات تانية بتروح مع الزمن. وبعدين الست بتغني لبني ادمين، انما انا بغني لشويه اوباش. استنى هنا يا اسطى بقى نص دقيقه. بس خف ايدك يا خميس. مساء الفل. اهلا يا عمر، اموري؟ عايز 2 كيلو كباب صافي من غير كفته. ايوه بس لمؤاخذه الكباب يحب الكفته من الزيت. ماشي، هات كيلو كفته لوحده، والطلب يكون وصايه كل السلطات. ماشي، والريش في الكباب تكون بزياده. ماشي. الحساب بقى يا معلم. الحساب لما تستلم الطلب. ما لازم اجيب الحلو، عندي مشوار تاني. طب وماله؟ لما ترجعي بألف سلامه ومعاك الحلو نبقى نتحاسب. هي نص ساعه مش اكتر. ماشي. مش محتاجه يا حمام؟ لا، المره الجايه بقى. ماشي يا قمر. اطلع يا اسطى. يا بنت التكاسي ماليه الحاره رايحه جايه، نجيب واحد تاني. طيب ماشي. خد يا اسطى، معلش مش عايزه اعطلك، مع السلامه. ماشي. ما تشهر، جهزت الطلب؟ عزومه ايه دي؟ عزومه كباب عاملاها لزملاتي في السكن. بالمناسبه باركلي، مش انا بقيت اعرف اقرا واكتب؟ ايه ده، انا خدت 6.5 على 10 في الاملا. تصدقي بقى انت تستاهلي 10 على 10. مالك؟ مال ايه يا بنت؟ انت اللي مالك. مالك في ايه؟ مفيش حاجه. ايه عطف الشارع بيجي؟ الله، معلولة، تعالي ورايا. انت جيتي في الوقت اللي انا عاوزك فيه. طب ما انا كمان. عاوزك في مالك، ما كنتش كده. مالك؟ فكر الثاني بس شويه. عايز بقى عايز احقق زي ما هي. زي ما هي. عايز احقق زي ما هي خالص. كده جبت اخر. معايا يا عجز يا سلام. تعال خد يا كلب يا وسخ. كده جبت اخر ما عندك يا انجس خلق الله يا وسخ يا نجس. خلاص يابا، ملوش لازمه اللي انت بتعمله ده. اللي حصل حصل وخلاص. خلصت روحك يا كلب يا نجس، حرام عليك. ده مطرح اكل عيش ينجسه بوسختك يا كلب. كفايه ضرب بقى، غور من وشي، مش عاوز اشوفك في اي حته. والبيت لو شفتك فيه انا هذبحك يا نجس. واحد الله حاج ربيع. انا كده بوحد الله، غور من وش يا كلب. حصل ايه عاطف بينك وبين ابوك؟ ما حصلش حاجه، هو بيحب يتخانق كده ويزعق على الفاضيه والمليانه. من الساعه دي لا انت ابني ولا عاوز اعرفك. انت عملت ايه بس يا ابني عشان ابوك يغضب عليك بالشكل ده؟ ما عملتش حاجه يا حاج ابو احمد، انا سبت العربيه ورحت الخرابه تصير. بتكذب وانت مفضوح فضيحه القطط يا نجس. فضيحه القطط كده بانت يا رجاله. كان معاه ست ولا راجل في الخرابه عم ربيع. هي ناقصاك يا ابن الهطله انت كمان. عاجبك كده جبت العار لاهلك وشلت الذل وحطيته فوق دماغ اخواتك البنات يا كلب يا وسخ. اللي يحبني يقول الباقيه في حياتك في ابنك عاطف يا ربيع. الباقيه في حياتك في ابنك عاطف. اخص عليك، امال لو ما كنتش متعلم. وبعدين الدق الوحش ده ماسكك من امتى؟ دق ايه يا ابن البهيمه؟ ابويا ظبطني مع مره. ومين المره دي بقى يا ابو العواطف؟ وانت مال اهلك علشان نسالها؟ لا انت تروح تسال امك. يا لا انت ليه يعني، ليه قله الادب دي؟ تصدق اللي انت ما تربيتش. بس 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 يا
اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. الله الله الله، ريحة أحلى من ريحة أغلى بارفان. دي ريحة توسع الشرايين. بس دي أكلة تقفل الشرايين. مالك منكوش عليها الدنيا مبسوطة؟ ملحوظة في محلها، شعرك منكوش مع إنك نازلة بيه متساوي. وحصلك حاجة مبسوطة؟ إذا كان حصل فحصل كتير. تعاركت مع سواق التاكسي اللي كان بيوصلني. عركة بالكلام ولا باللدان؟ بالاتنين. طب وإيه سببها العركة دي؟ الأجرة. الأجرة. الو، اهلا اهلا. طبعا عارفاكي، سمعت عنك كتير. ده كل الاوساط الراقيه بتتكلم عن جمالك وجمال شغلك. اموريني يا حبيبه قلبي. انا مقابلتي سهله جدا، بس ممكن اعرف ليه؟ يبقى احسن مكان تقابليني فيه في مكتبي. انا بكون موجوده لحد الساعه 11 بالليل. تشرفيني في اي وقت. انا اللي تشرفت بمكالمتك. مع السلامة. عاوزة ايه دي؟ لازم تكوني اهم مصممة حفلات في مصر. جمالك ورقتك وشياكتك بيقولوا كده. مرسي جدا يا مدام نجوى، بس انا خلاص ناوية اسيب الشغلانة. ايه ده؟ حد يسيب شغلانة زي دي؟ حد يكره يشتغل في القبهة والجمال والشياكة وزي ما بيقولوا مجتمع الكريم دي لا كريم؟ كريم دي لا كريم ايه بس؟ دول اغلبهم مغرورين ولا عندهم احساس ولا ثقافه ولا حتى ذوق. ايه ده؟ ده انت شكلك مقروصه قرصه جامده. انا اتهنت من انسان سافل ومتعجرف اتعامل معايا كانه بيتعامل مع بنت ليل. اهدي بس كده واحكي لي الموضوع. تعرفي رجل الاعمال ادهم سليمان؟ ده تقريبا رقم 2 أو 3 في مصر، ومنه للحكام على طول سواء هنا او بره. معنى كده اني اسامح في الاهانه اللي كانت هتجيب لي شلل؟ مش عارف بس ايه الاهانه الاول وبعد كده اقول لك تسكتي ولا ما تسكتيش. الغبي ما يعرفش ان انا بنتي ناس محترمه جدا ومتربيه احسن تربيه. باين عليك يا حبيبتي، بس ايه الاهانه؟ حصل ايه؟ طلب مني اصمم له حفله عيد ميلاده. عرضت عليه افكاره وما عجبتوش، راح شاتمني قدام كل ضيوفه. قليل الادب. وبعدين نيلها اكتر واكتر، ابتكر حفله تنكريه لكل المعازيم. وايه الجديد في كده؟ ما اعتقدش انه في حد عمل حفله زي اللي هو عاوز يعملها. عاوز الستات تلبس مومسات والرجاله قوادين. واعتذرتي طبعا؟ لا. ولما هو لا زعلانه ليه؟ كنت هعتذر لولا انه اهني اهانه تانيه اشد من الاولانيه. فضل يشرح في تفاصيل الحفله وفي الاخر بص لي وقال انت اختاري المومس اللي تعجبك والبسي لبسها. كل ده يحصل ولسه متمسكه بالمشروع؟ علشان انتقم لنفسي. وهتنتقمي ازاي؟ الحفله تتصور بكل اللي فيها وحضرتك تنشريها في المجله. وانا اللي كنت فاكراكي طيبه طلعت انا اللي طيبه. وانت بقى اللي هتصوري الحفله؟ لا، ما اقدرش انا اللي اصور، وفي اجراءات امنيه مشدده. بس انت لسه مسؤوله عن الحفله. ايوه. وممكن تساعدينا؟ كل اللي اقدر عليه هعمله. انا هدرس الموضوع كويس وافكر فيه، بس انا بقى اعمل كل ده مقابل ايه؟ دي مساله هنتفاهم فيها وانا تحت امرك. هو كده. انا بجد سعيده بمعرفتك يا حبيبتي، نورتي المجله. صباح الخير. اهلا يا عاطف. اعرفك الانسه غاده الامير، اشهر مصممه حفلات في مصر. تشرفنا. الاستاذ عاطف ربيع، الراجل التاني في المجله. فرصه سعيده. مع السلامه. ورايا على المكتب. مالك كنت بتصورها بعينيك اللي يتدب فيها رصاصه؟ اصلها حلوه. حلوه ولا وحشه؟ دي بعيد عن شنبك وشنب اللي جابوك. انت بالنسبه لها كوم زباله. في ناس بترضى بالزباله. ولو بقينا نعرف نرد يا استاذ عاطف. اسمع، تعرف راجل اعمال اسمه ادهم سليمان؟ لسه بدري عليا قبل ما اعرف رجال الاعمال. طب عاوزاك تسال عنه وتعرف كل حاجه. انت مش عارفاه؟ عارفة، بس مصر بتتغير كل يوم. أيوة مين؟ الله يكسفك، مش تستر نفسك وانت بتفتح الباب. معلش يا أستاذ، أصلي كنت نايم. وانت بتنام عريان ولا معاك حد؟ لا أنا لوحدي يا أستاذ، وممكن تتأكدي بنفسك كمان. وإيه ريحة الكمكمة والزناخة اللي مالية الروف دي؟
ولا دي ريحه النسوان اللي ماما اللي بتسربهم من ورا ظهر البواب؟ انت كده دايما ظلماني يا رئيسه، واكبر دليل على ظلمك ليا ان الشقه ريحتها معفنه. اشمعنى يا ابن الحلواني؟ اصل لو كان في نسوان كانوا نضفوها. علي انا الكلام ده؟ وايه سبب الزياره المفاجاه دي؟ هيكون ايه غير الشديد القوي؟ سالت على الراجل؟ طبعا. وعرفت ايه؟ عرفت اللي حضرتك عارفاه، اللي بيغضب عليه بيرميه من فوق سطح عماره وفوق منه صبه اسمنت. وناس تانية بتقول انه عنده يخت في البحر الاحمر، اللي بيغضب عليه بيجرجره على هناك ويرميه في وسط الميه ومنه لسمك القرش. وعايزاني اصور بيت الدعارة اللي ناوي يعمله؟ لا انا اسف، لا ناوي ترمي من فوق سطح عماره ولا انت ناويه تبقي جوه بطن سمكه قرش. احنا ملناش دعوه بيه ولا هنقرب. حلو قوي، يبقى كده الموضوع لاغي. لاغي ايه يا هبل؟ دي خبطه العمر اللي بيها نقدر نعمل الجورنال السياسي الاجتماعي اللي انا بحلم بيه. ازاي وانت بتقولي ان احنا مش هنقرب؟ هو لا، لكن ضيوفه اه. دول سمك القرش اللي بيعوم بره الميه، اللي شبعوا من كتر اكل لحم البلد بنت المتعوسه دي. جميل، يبقى كده العمليه بيضه مقشره. لا، لانه جايب شركه امن والدعاوي كانها طالعه من القصر البريطاني، ومستحيل دعوه تتسرب. لا افهم. هدخل ازاي؟ الاكل والشرب وطقم الخدمه والسيرفيس كله اتفق عليه مع فندق 5 نجوم. وبعدين انت هتكون واحد من طقم الخدمه. ازاي؟ ساعه الحظ بيخدم. مدير الأغذية والمشروبات في الفندق ده أنا أعرفه معرفة شخصية، وصفحته مش بيضة، يعني هيقول لي تحت أمرك، وهخليه يعلمك ويجيب لك لبس كمان. طب أنتي مش بتقولي إن في تفتيش؟ أخش بالكاميرا إزاي؟ الكاميرا هتدخل قبل الحفلة بـ2 يوم، وهتكون مخفية في مكان أنت بس اللي تعرفه، وبعد ما تخلص شغل هترجعها مكانها، وتخرج فاضي زي ما دخلت فاضي يا جرسون. ولاد الايه؟ نسوان انما ايه؟ زي ما يكونوا كانوا مستنيينها فرصة عشان يطلعوا الكبت اللي جواهم. شكلهم على السرير ايه؟ تحفة. ادي اللي انت فالح فيه. انا عملت اللي عليا. شوفي انت هتعملي ايه؟ دول عاملين زي قفص الطماطم اللي عاوز فرز. لازم نرمي المفعصة والمضروبة واللي صابها العفن. احنا عاوزين التقال قوي. انت هتاخدي منهم فلوس ازاي؟ شغل مخك. لا أنا شاغل مخي في أي حاجة تخطر على بالك إلا دي. الخطوة اللي جاية صعبة عليا، مستحيل. أنت مش هتعمل حاجة. أمال مين اللي هيعمل؟ واحد معرفة قديمة، صحفي من قبرص. المهم تكوني مالية إيدك منه. طبعا مالية إيدي، ما هو من النوع بتاعك، بس قبرصي وبيقبض كمان. بس أنا أفضل بعيد، ماليش دعوة. عاوز أقول لك حاجة، ملك الغابة مش هو الأسد. ملك الغابة يا حبيب قلبي هو اللي بيصطاد الأسد، والجورنال اللي أنا بحلم بيه هعمله. اطفي النور بقى عشان ورانا شغل كتير. مش عاوزة شقة واسعة. بقولك ايه، هو الدور كام شقة ومساحته كام؟ اه جايز احتاج الدور كله، بس مش عاوزه حاجه في ادوار عاليه. يا راجل يا كهنه، مش انا لوحدي اللي نفسي يتقطع، ما تبص لنفسك الاول. خلينا في المهم، انا فلوسي جاهزه وعاوزه اعمل معاينه. ماشي، هستنى مكالمتك. مع السلامه. في ايه؟ موضوع الجورنال اتعرف وكذا حد سالني عليه. اللي يسالك قول له اه. هو احنا بنعمل تنظيم سري؟ احنا بنعمل جورنال. والناس عرفت ازاي؟ مفيش حاجه بتستخبى في الوسط بتاعنا ده، ومفيش اكتر من عيون الحساد. واضح ان انتي مقدرتيش تداري على شمعتك. شمعه ايه اللي اداري عليها؟ احنا هيبقى عندنا جورنال كبير، ودلوقتي انا بجهز ومحتاجه محررين ومراسلين ورؤساء اقسام. عاطف، ده الوقت اللي لازم نكبر فيه، ولو فضلنا واقفين مكاننا هنتاكل. بقول لك ايه، انا جعانه ومخنوقه من المكتب،
يلا نقوم ناكل. وانتي طبعا هتبقي رئيسة التحرير ورئيسة مجلس الإدارة. رئيسة مجلس الإدارة آه، رئيسة التحرير لا. ليه لا؟ منفعش رئيسة التحرير جورنال سياسي، هيقولوا مالها ومال السياسة وطول عمرها بتشتغل في الفن والفنانين والموضة والصالونات. أمال مين هيبقى رئيس التحرير؟ حضرتك. حضرتي إزاي يعني؟ ده أنا ميح في السياسة. كل اللي بيكتبوا في السياسة وكل اللي بيشتغلوا في السياسة زيك كده بالظبط، ويمكن أقل منك كمان. لا يمكن يا مدام، أنا لو كتبت في السياسة هنتفضح. نجيب لك حد يكتب من الباطن. آه زيك زي غيرك، وشوية شوية تتعلم تكتب إزاي. طب وليه السياسة؟ ما احنا ماشيين زي الفل. الزمن اللي جاي ده مش بتاع الحاجات الصغيرة، واحنا خلاص بطلنا نصطاد بسارية. بسارية؟ ده احنا مصطادين كل حيتان مصر. برضو بسارية، احنا عاوزين نصطاد دولة. دولة؟ أيوة دولة. دولة تيجي تتبنى الجورنال وتموله، والجورنال يبقى لسان حالها، ومفيش مانع يبقوا دولتين. يبقوا ثلاثة. وماله؟ انت جبتي كل الكلام ده منين؟ يعني خبرة، وأنا بنوتة صغيرة اشتغلت مع ديابة الصحافة وتعليبها، صاحبتهم وتعلمت منهم. واحنا بقى هنبقى جورنال معارض ولا مش معارض؟ نعارض مين يا هبل؟ ايه انت نبيت لطشك؟ معارضة كده من على الوش، معارضة زي بتاعة ضرب الحبيب، زغزغة. بقولك ايه، أنا دماغي تقلت، اطلب الحساب ويلا بينا، مش عاوزة أبقى زي الست شفاعات بتاعة شباب امرأة. يلا متر. تعالى عندي ليك خبر هايل. أكيد مبيعات. زدنا قد إيه؟ حاجة أهم. مضيتي مع الوكالة الدولية للإعلان؟ برضو أهم. هيبقى في أهم من كده يعني؟ مبروك يا أستاذ عاطف. على إيه؟ أنت الريس اختارك تسافر معاه على طيارته الأسبوع الجاي. بتتكلمي جد؟ هو أنا عمري قلت حاجة وما طلعتش جد؟ أكيد بيقرأ مقالاتي. قصدك المقالات اللي بيكتبها غيرك يا أستاذ. كله من خيرك وتوجيهاتك. طب اسمع بقى التوجيهات الجديدة. كون إن الريس اختارك تسافر معاه مع رؤساء التحرير، فده معناه إنه مبسوط من الجورنال قبل ما يكون مبسوط منك. آه طبعًا طبعًا. المهم بقى شكلك على الطيارة. ما تلاقيش، هبقى أشيك واحد. لسه خايب. انت لازم تكون بسيط على قد ما تقدر في كلامك ولبسك، لانه اكيد هينكشك. هو يحب ينكش اي حد جديد، ولو سالك عن حاجه ترد الرد اللي يرضيه هو، سامع؟ ولو سالت سؤال تسال السؤال اللي تحس انه هو عاوز يتساله، ويكون دمك خفيف يا عاطف. ويساعدك يا هناك لو قلت حاجه مضحكه وضحك، بس تكون لطيفه ومهذبه، سامع؟ انا مش عارف اودي جمالك فين. لا عارف، بس بتستعبط. انت خريج اعلام مش كده؟ ايوه يا استاذ. وعاوز تتمرن عندنا؟ دي امنيتي يا استاذ. تعرف ان علاء السروجي اللي بعتك ليا ده كان اصلا تلميذي؟ ليه الشرف ابقى تلميذ حضرتك، كنت عارف مدرستك. امتى؟ النهارده الصبح. الو عاطف، التحويل الاخير بتاع ليبيا كان بكام؟ 750,000 جنيه. يعني انت سحبت 250,000 جنيه؟ مالك يا نجوى، في ايه؟ سحبت ولا ما سحبتش؟ ايوه. وليه ان شاء الله؟
وانا بسالك بتسحبي فلوس من البنك بتسحبتيها ليه ولا ما سحبتيهاش؟ هو انت هتعمل راسك براسي؟ جرى ايه؟ نسيت نفسك ولا ايه يا استاذ عاطف؟ لمي لسانك عشان ممكن اقل ادبي وبهدلك. هي دي اخرتها يا عاطف يا ابن بتاع البسبوسه؟ ماشي، انا هلغي توقيعك من البنك ومفيش مليم هيطلع من الجورنال ده بعد كده غير باذني. طب استاذن انا. هو انت لسه هنا؟ اقعد. قلت لي اسمك ايه؟ وليد يا استاذ. ابوك بيشتغل ايه؟ سواء قطر بس متوفي. شوف يا وليد، انت مستقبلك معايا مرهون بكفاءتك. هنبتدي بكره. متشكر، متشكر قوي. ان شاء الله اكون عند حسن ظن حضرتك. اما نشوف. انا عاوزاك تنسى اي حاجه اتعلمتها في الصحافه. في مدرستي انا لازم نبتدي من الاول وعلى بياض. حاضر يا فندم. انا رايحه المهندسين، تعالى اوصلك معايا. متشكر قوي. تعالى ما تتكسفش. متشكر يا براحتك.